الترشح للانتخابات المحلية يستمر حتى منتصف هذه الليلة. هناك إقبال كبير في اليوم الأخير على الترشح. احنا بنعرف انه الترشح مدته 10 ايام، ولكن على الاغلب القوائم تترك التسع ايام الاولى وتاتي في اليوم الاخير. 90% من القوائم تقدم في اليوم الاخير من الترشح، واليوم هو اليوم الاخير، ونحن نتوقع استلام مئات طلبات الترشح هذا اليوم. احنا في كل عمليه انتخابيه عاده بنمدد الترشح في اليوم الاخير، لانه القانون يتحدث عن 10 ايام واليوم العاشر اليوم الاخير. فاحنا بنحاول نسهل على الناس، لانهم كمان بيجوا في اخر لحظه، فبنحاول نعطيهم أكبر قدر ممكن من الوقت من أجل أنه يقدموا طلبات الترشح، لأنه المعنى القانوني لليوم هو بنتهي بمنتصف الليل. فإحنا بنظلنا ضمن الإدريش القانوني، يعني ما بنمدد أيام، إحنا بنمدد ساعات الدوام. وبالتالي الهدف من هذا التمديد هو أنه نسهل على القوائم ويقدموا طلبات الترشح، سيما أنه اليوم الأخير عادة يشهد اكتظاظ. يعني ما في أي مؤشرات على تأجيل الانتخابات، يعني كل الحديث يدور عن الانتخابات في موعدها. السيد الرئيس أكد ذلك، الحكومة في اجتماعها الأخير أكدت الانتخابات في موعدها. ما في أي سبب لتأجيل الانتخابات، ولكن إحنا في بلادنا زي ما بنعرف جميعا ممكن يصير إشي طارئ وتتأجل الانتخابات، ولكن أكد كمان مرة ليس هناك أي حديث عن تأجيل الانتخابات.